تواجدوا الان في المنطقه ديال الحمادات الحفاري، الدواور هادو تابعين للمنطقه ديال الجامعه ديال المجاطيه ديال مدينه. العمليه اللي كاينه الان هي عمليه ديال التنقيه ديال البالوعات وديال الشبكه ديال التطهير السائل. هذه العمليه كتدخل في اطار البرنامج السنوي اللي كديروا لذاك على صعيد الشبكه ديال التطهير السائل. منذ بدايه المسيك سيدي عثمان كتدخل في هذا الاطار وكتقوم بهذا البرنامج منذ بدايه السنه وكتستمر فيه على طول السنه. 118 كيلومتر تقريبا ديال الكوراج ايدروليك اللي دارت هذا العام لحد الان، وكاين عندنا اكثر من 20,000 اوفراج اللي دار ليه الكوراج مانويل ديالهم، وكاين عندنا اكستراكسيون ديال اكثر من 3050 طن ديال داكشي اللي حيدناهم هاد لي زوفراج ومن هاد الشبكه التطهير. وهاد الاشغال هادي كلها ايضا كتتم عن طريق مع الكوردينياسيون مع الجماعات المحليه ومع العماله.